بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول درس من دروس النود جي اس. النهاردة هنتعرف على حاجات كتيرة وجميلة، معلومات خفيفة وسريعة عن النود جي اس. إيه هي النود جي اس؟ مبدئيا هي عبارة عن مكتبة. المكتبة ديت مبنية على السي بلس بلس أسمبلي. ليه النود جي اس؟ عشان هي بتقوم بعمليات كتيرة جدا، بتخفف من الضغط على السيرفر وتتعامل مع الموارد بشكل منتظم بدون ما يبقى فيه عمليات ضغط على السيرفر، زي مثلا احنا بنشوف عندنا لغات ريل تايم زي السي عامة كلغة ريل تايم. برضو النود جي اس تقدر تنشئ بيها حاجات كتير بالريل تايم، زي مثلا تعمل كومنت حد تاني يشوفك وانت بتعلق زي الفيسبوك، مثلا انت تعمل تشات مثلا بينك وبين حد ترسل له ويرسل لك في نفس اللحظة، مفيش اي فرق في الوقت. دي الدوكيومنتيشن بتاعت النود جي اس 7.7.1. دي معلومات عامة أنا حابب أختصرها بكل سهولة. الموضوع كله إن إحنا هنتعلم مع بعض الأشياء الأساسية البيزكس للنود جي اس. هنبدأ بأول حاجة بالجلوبالز، بعد كده هنشوف إيه هي الجلوبالز أو الجلوبال أوبجكت. هنشوف إيه هي الجلوبال أوبجكت وهنعرف ما هي الجلوبال أوبجكت وإيه محتوياتها. لاحظ هنا هتلاقي الترتيب للفانكشنز او العمليات او الاشياء اللي بتطرح من خلال نود جي اس مترتبه ترتيب ابجدي، يعني A B C. احنا هناخد الموضوع بشكل عشوائي، يعني مختلف عن هذا الترتيب. هنبدا الجلوبالز، بعد كده الجلوبالز جوه الكونسول، جوه الانترفال والتايم اوت والست انترفال، وفيها كمان الدير نيم والفايل نيم والاشياء اللي احنا نتعرف عليها. بعد كده هنتعامل مع الريبل. الريبل ده برضو تشوف فيها الانفايرمنت بتاعتها ونتعامل معاها. بعد كده نخش على الايرس، وبعد كده الفايل سيستم. بعد يعني هنبدا ان شاء الله دوره محترمه جدا نفهم بيها كل المواضيع دي. كمان حتى هنتعامل مع اليورل والفي 8، ده هنتكلم عنه في دروس جايه ان شاء الله. طبعا هنا عند الستريمينج والستريم ديكودر، هنا الباني كود برضو هنتعرف عليه، بروسيس الباس الاو اس نت مودلز اتش تي تي بي اس اتش تي تي بي والايفنتس برضو والدومين، كل ده هنتعرف عنه ان شاء الله عز وجل بدروس خفيفه ومصغره نفهم فيها الاساسيات. بدايه احنا نبدا نتعامل مع الجلوبالز اللي هي global objects. global objects هي عبارة عن أساسيات لابد أن تكون عارفها، في بعضها موجود في الجافا سكريبت وبعضها إضافات من خلال النود جي اس عليها، زي ال require.cache وال extensions و resolve وال set immediate function، بخلاف بقى ال set interval وال set تايم اوت فانكشن، دول موجودين في ال جافا سكريبت. عندي برضه الاكسبورتس والمودلز والبروسيس، برضه دي حاجات مضافه من خلال ال نود جي اس، برضه مع الدير نيم والفايل نيم. الدير نيم والفايل نيم دول برضه اوبجكت لازم تعرف عليهم ونفهم ايه فائدتهم. وبسم الله احنا الدرس اللي فات شفنا ان احنا ممكن نشوف نتائج النود جي اس عن طريق البراوزر. كمان هنتعلم ازاي نعمل listening عن طريق ال HTTP ونرسل ونستقبل من خلالها جيت وبوست، ونحدد كمان كاستمايز ريكوست زي ما احنا عايزين، وندخل ريكوست على قاعدة البيانات ونخرج ريكوست من قاعدة البيانات او ريزولت عموما يعني. فبداية احنا نبدأ مع، في هنا عندي class buffer، ده هنخليه على جنب دلوقتي لأنه هو بيتعامل مع عمليات تشفير أو encoding و decoded لل string. لكن احنا نتعامل مع أول حاجة ال dir name وال file name. ايه هي ال dir name وال file name؟ بالتالي لو أنا مثلا أنا رحت على ال desktop، ال desktop وادي node.js، رحت أنشأت folder، ممكن أعمل مشروع هنا في الفولدر ده. يعني أنت مش محتاج يكون عندك
اباتشي او لوكال سيرفر تشتغل عليه في النود جي اس. انت اوريدي عملت عملت انستولنج للسيرفر نود جي اس على الجهاز بتاعك. طبعا لو انت ماك او لينوكس اوبريتنج سيستمز متعدده زي الويندوز تقدر تشطب عليه عادي النود جي اس، مش مشكله خالص. انا رحت على النود جي اس وعملت فولدر جديد، وهفتح الفولدر ده عن طريق الايديتور او الاي دي بتاعي اهو ده السبلايم. تمام، في الايديتور انا خلاص جبت الفولدر بتاعي او اوبن نود جي اس، انا جبته من على الديسكتوب نود جي اس اوبن عادي جدا، مش مشكله خالص. تمام، هنا بقى الطريقه الثانيه اللي انا اقدر اشوف بيها الكود بتاعي وانفذ بيها الكود عن طريق التيرمينال وعن طريق البراوزر. خلينا نبدا بالطريقه البيزك العاديه خالص وهي عن طريق التيرمينال مبدئيا. في عن طريق طبعا احنا عملنا كلونينج للباكج اللي نقدر نعمل بها ران اللي هي نود جي اس. تمام، انا ممكن انشئ فايل جديد اسميه app.js. app.js انا هبدا، احنا عارفين كلنا الكونسول.log، لو جيت هنا كتبت ويلكم تو نود جي اس سوري، عملت بيلد اهو، شفنا اول طريقه هنا. في الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن نشتغل بيها، انا لو دخلت على النود جي اس فولدر على طول اهو، انا عملت دخول اهو عن طريق السي دي يوزرز بي اتش بي انونيموس سلاش ديسكتوب سلاش نود جي اس، وادي انا هنا هبدا اقول نود وبعد كده اب دوت جي اس. انا ممكن اشغل باب دوت جي اس وممكن اشغل من غير اب دوت جي اس، فقط اب جاست اب، مفيش اي حاجه تانية اكستنشن جي اس خالص. طريقتين كلاهم تعمل. دي اول حاجه في الجلوبال فاريبلز. كمان عندي هنا الدير نيم، دير نيم ده هنشوفه مع بعض. ممكن كمان اكتب كود من داخل التيرمينال عادي، ممكن اجي هنا اقول نود على طول هيديني الابر كيس، وابدا اقول هنا كونسول دوت لوج واجي جواها عادي جدا ويلكم تو نود جي اس فروم تيرمينال. اوكي اهو واداني انديفاين، هنتكلم عن انديفاين والحاجات دي بعدين يعني. بس خليني اخرج الخروج كنترول سي كمان دبل سي او كنترول سي مرتين هتخرج من النود اي دي اي. خلينا نشوف بعد كده عندي هنا الدير نيم، خلينا نشوف ايه الدير نيم ده اللي هو مسار المشروع بتاعك. فانا لو جيت على ال وات ايفر هنا في الاب دوت جي اس وجيت هنا قلت underscore دبل underscore دير نيم بالطريقه دي وجيت طبعا عملت ديبج هنا، لاحظ اداني المسار اللي عليه المشروع. لو جيت هنا برضو على التيرمينال نود اب هنا اداني لو تلاحظ المسار بتاع المشروع اللي انا شغال فيه. تمام، طيب عندي حاجات تانية اللي هي الفايل نيم، لو حبيت اعرف اسم الفايل اللي انا واقف عليه برضو هنفذ نود اب على طول اب اللي هو اسم الفايل، اب اللي هو اسم الفايل. لاحظ اداني مسار الفايل بشكل كامل اهو، قال لي ان انت على الفايل اللي موجود في المسار users php anonymous desktop node.js app.js. دي كانت اول حاجه في البيزكس ويز node.js. اشوفكم على خير في درس جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.